ميدو، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قنوات النادي الاهلي في كل مكان، من داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر وبالتحديد من امام الخيمه اللي هيدلي من خلالها اعضاء النادي الاهلي اصواتهم سواء بالموافقه او الرفض على هذه اللائحه. لكن هو طبعا الاهم تواجد اعضاء النادي الاهلي بكثافه النهارده، ولحبذا اكيد ان هم يكونوا بيوافقوا على هذه اللائحه، خصوصا ان هو شيء في مستقبل النادي الاهلي طبعا. فبالتالي اعضاء كتير في اعداد جيده وصلت حتى الان لمقر النادي الاهلي في مدينه نصر. يا كابتن ميدو، الاجواء بشكل عام ماشيه بشكل جيد جدا، منظمه بشكل كبير جدا، في تنظيم من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، كل الامور ماشيه بشكل طبيعي هنا من داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. زي ما انت شايف احنا امام بوابه دخول اعضاء النادي الاهلي للتصويت على هذه اللائحه، وهي لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد شيء مهم جدا لكل اعضاء النادي الاهلي ان هم يكون عندهم لائحه خاصه بيهم في الفترات المقبله، وما يكونش اكيد في لائحه تدير النادي من خارج النادي الاهلي، وده اللي بيهدف من خلاله مجلس الاداره ايضا والاعضاء المتواجدين طبعا داخل النادي الاهلي. النهارده هيكون في اعداد موجوده كبيره، في اعداد حتى الان وصلت يمكن نكون وصلنا لعدد 4000 او 4000 ونص مثلا من اعضاء النادي الاهلي اللي صوتوا على هذه اللائحه. بكره ان شاء الله ايضا هتكون في الجزيره اعداد كبيره ايضا هتكون متواجده. خليني اقول لك ان في ميزه كبيره جدا من خلال وجود طبعا انتخاب هنا او وجود تصويت على اللائحه من داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، خصوصا ان في اعضاء كتير جدا يا كابتن ميدو متواجدين بالقرب من اهل مدينه نصر. نفس الحال بالنسبه للجزيره ايضا، وهو اكيد احد المقرات الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي. حتى الان طبعا الاعضاء بيتوافدوا بشكل مستمر على الخيمه داخل مقر النادي الاهلي. خليني اقول لك ان الخيمه متواجده في مقر او في مكان جيد جدا يا كابتن ميدو، في منتصف النادي بالتحديد، مقر النادي الاهلي في مدينه نصر قريب من كل البوابات او كل مداخل النادي الاهلي هنا في مدينه نصر. ده يمكن شيء جيد وبيساعد الاعضاء بشكل كبير في ظل درجات الحراره المرتفعه في الاوقات الحاليه. لو في اي استفسار يا كابتن ميدو اتفضل. امير شكرا، اكيد